الحكومة عليها أن تضاعف الجهود ديالها من أجل الضرب على أيدي المحتكرين والمفسدين من أجل الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين، وما يضرش المواطن من ارتفاع الأسعار اللي سامحهم الله بعض التجار يفضلون هذا الشهر من أجل مضاعف الحكومة أن تعطي جواب حقيقي ليس فقط على التدابير التي تتخذها عادة في شهر رمضان، ولكن من أجل مقاربة على متوسطة المدى للحد من هذا التغول ديال السوق في وجه القدرات الشرائية المتدهورة لجميع المواطنين وخاصة الفئات الهشة والفئات ذات الدخل المحدود.